لا، اختارت كون شاف لأنه أمي هي أصلاً شاف كانت، وأنا كنت أحب بطني كتير، كنت دعبول شوي. وبالمدرسة ما كان طالع من أمري، فقال لي بيي لازم تتعلم مصلحة، فهيك صرت بلشت شاف وانغرمت فيها. طبق إذا موهبتي، بالنسبة لي ما في طبق معين، هي أكثر الموهبة بتبين، بتشتغل يجيكي حيلة طبق وتفرجي شو عندك تقنيات. إذا كنت عم بطبخ وما لقيت انجريديون معينة، بجرب لاقي شيء قريب عليها تعطيني نتيجة تقريبا تكون هي ذاتها. إذا قررت أفتح مطعم، حيكون مطعم بتقنيات فرنسية، بس بجرب أعمل من كل بلد، آخذ مثلا بلا مشهور وحط التويست تبعي، وكمان جرب فرجي قد ما في شو في أعمل مطبخ اللبناني. ثقيلة هيدي، إذا كان عندي ضيوف والطبخة احترقت، على حسب يعني، إذا كنت كسلان شوي بطلب دليفري، وإذا عبالي ارجع اطبخ بركي بعمل مثلا شي ستيك سالاد، شي على السريع يكون فيه بروتين كمان، اما تشيكن سيزر سالاد شي هيك.